من مدرسة مصطفى صادق الرافع للصوم. نتعلم في المدرسة أشياء مختلفة كثير. جينا على الجامعة الإسلامية حتى نشوفها، نطلع على الصور، المعارض اللي فيها، الأبنية، المنشآت. شفناها طبعاً حلوة ومرتبة، في ترتيب تنظيم. أهلا وسهلا، اسمي عمر أبو فرحانة، في الصف الثاني الثانوي في توجيهي يعني. طبعا جاي على الجامعة الإسلامية حتى يطلعوا على الأقسام اللي فيها، المنشآت اللي فيها. هم رحبوا فينا، سألنا عن التنظيم اللي بيتم داخل الجامعة الإسلامية، التنظيم والإدارة والأشياء الموجودة في الداخل كانت حلوة وانبسطنا منها كثير. في دعم وفي مساعدة دائما للصم، وفي تطوير لموضوع الصم.